لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي لكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. بعد التحية كريم، ضعنا في أجواء المعرض لديك ومدى الإقبال الجماهيري على هذا المعرض اليوم. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم هو إقبال جماهيري غير مسبوق. وصلت أعداد الزائرين لمعرض الكتاب في نسخته 54 في يعني السبعة أيام الأولى والثمانية أيام الأولى إلى ما يقرب من 2 مليون مواطن حتى الآن زاروا معرض الكتاب، إما لينهلوا من الكتب الموجودة ويعني المعلومات الموجودة داخل الكتب أو حتى الندوات المختلفة والصالونات الثقافية المختلفة. بالأمس فقط كان هناك أكثر من ما يقرب من 300 ألف زائر لمعرض الكتاب. اليوم هو يوم الجمعة، إجازة رسمية، لذلك تزايدت الأعداد بشكل كبير ربما وشكل ملحوظ جدا، ربما ستزيد عن أعداد الأمس والأعداد الأيام السابقة بشكل عام. اليوم كان له سمة خاصة، يعني دائما ما يكون المعرض به ندوات مختلفة ومتنوعة، ولكن اليوم النقاش حول ضيف الشرف لهذا العام دولة الأردن الشقيقة، ولذلك هناك ندوات خاصة لدولة الأردن ونقاش عن الأدب الأردني والثقافة الأردنية بحضور العديد من الرموز والقامات الأردنية وبمشاركة مصرية وعربية وأجنبية حتى بشكل عام، حتى بحضور فنانين من الأردن كانوا موجودين داخل هذه الندوات. بجانب الندوة الأساسية أو الندوات الأساسية الخاصة بالأردن، هناك ندوات متعددة أيضا خاصة بالإعلام الرقمي والتحول الرقمي بحضور أيضا رموز إعلامية مصرية وعربية كبيرة داخل معرض الكتاب. بجانب الندوات والثقافات، هناك ندوات تثقيفية، هناك أيضا الجزء الخاص بالأطفال ومسارح الأطفال والنشاطات الترفيهية الخاصة بالأطفال ومسابقات أيضا توعوية للأطفال كانت متواجدة اليوم بشكل كبير جدا جدا. اصطحبت العائلات أطفالهم واصطحبوا عائلاتهم ليتحركوا داخل المعرض ويحضروا هذه النشاطات التثقيفية وأيضا الترفيهية في نفس ذات الوقت. أيضا داخل معرض الكتاب لاحظنا وجود أجنحة خاصة بالهوية للتعريف بالهوية والثقافات وزرع الثقافات والتعريف أكثر. على سبيل المثال كان هناك جناح لي حلايب وشلاتين تم عرض فيها ثقافة حلايب وشلاتين والمنتجات الخاصة بحلايب وشلاتين للتعريف أكثر عن حلايب وشلاتين. المواطنين جاءوا كل هذه المسافة ليحضروا معرض الكتاب، بجانب أيضا الجاليات الأجنبية الكثيرة التي حضرت أيضا اليوم، وحتى كان هناك رحلات مدرسية متواجدين اليوم في معرض الكتاب ليأخذوا جولات مختلفة، وأيضا قامت بعض الشركات الخاصة أيضا ب يعني تجميعات للموظفين لتذهب بهم في رحلة وجولة خاصة داخل معرض الكتاب. كانت يعني النظرة كبيرة والإقبال كبير جدا من المواطنين بشتى الفئات من الأطفال والكبار والسيدات والرجال والعائلات بشكل عام. كان هناك أيضا فيما يتعلق ب يعني أسعار الكتب، أسعار الكتب في حقيقة الأمر يعني تراوحت بداية من 5 جنيهات للكتاب وتتراوح وتتصاعد بالطبع حسب المجال الذي يعني يبحث عنه القارئ، إما أشياء خاصة بالأطفال، إما أشياء خاصة بالترفيهية والقصصية، وإما أشياء أيضا خاصة ب يعني الباحثين والدارسين بشكل عام. كان هناك أيضا بعض الأماكن التي توفر هذه الكتب بالمجان، إما للأطفال وإما أيضا للباحثين وإما حتى للمحبين للاطلاع بشكل عام، على سبيل المثال هيئة الاستعلامات المصرية التي وفرت العديد من الكتب ونسخ الكتب المختلفة بالمجان. ربما هذه يعني نظرة عامة عما يحدث في اليوم 9. والآن أعود إليكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا المراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لك.